ما احبش اتجه الى فكره التنميط، بمعنى ان انا ما اقدرش اقول ان انا عشان انا مثلا قاضي، او ان مثلا عشان انا بتعامل مع مساله العداله بشكل عام او بشكل خاص، او ان انا موجود من جوه السلك القضائي، ان ده بيكون لي عامل مؤثر في الابداع، لان القضاء شأن شأن اي مهنه اخرى انت بتحتك بيها. ما هي الغرض ان انت ايه؟ ان انت تتاثر بالمساله الابداعيه بما تواجهه في عملك او بما تقابله. يعني ممكن انت مثلا تكون بتشتغل طبيب، بتكون بتشتغل مهندس، بتكون بتشتغل رجل اعمال، بتكون بتشتغل سفير، اي مهنه من دي انت بالضروره بتقابل فيها ناس، بتقابل فيها مواقف، بتقابل فيها حاجات بتحتاج منك الى ان انت تقف قدامها. القضاء طبعا ما يميزه بقى بالنسبه لفكره الابداع انه يجعلك تكون اكثر حرصا على وازع العداله، على ان يتحقق بشكل كامل، وهو ده فكرة الإنصاف. فده يظهر داخل العمل الإبداعي بشكل تلقائي وبشكل فطري، ان انت دايما بتتجه ان انت تعلي الفكرة، تقدم العدالة بشكل إبداعي. يعني انت مثلا تتعامل مع الرواية انها قضية، انها فكرة، أو أنها مسألة تحتاج إلى فحص وتحتاج إلى تدقيق، بيكون عندك فكرة العدالة كوازع نفسه بتؤثر على إبداعك بشكل عام. فالقاضي بيتمكن إن هو يشوف أدق المواقف الإنسانية، إن هو يشوف في حد ممكن يكون متوقف على حكمه، حياة، مصير، اتجاه، ممكن يسلك من اليمين للشمال، او ممكن يسيب المكان اللي هو فيه خالص. فده طبعا بيلجئه بشكل خاص ان هو يكون اكثر حرصا على التعامل مع الانماط الانسانيه اللي بيجي يكتبها بعد كده في ابداعه، ويكون حريص على دوت. فانا شايف ان مهنه القضاء لا تؤثر على الابداع بشكل مباشر، إنما هي تكون نقول سياج يحاوط المنتج الإبداعي بوازع العدالة. ما هو أنا عشان خاطر الإبداع ما هوش مطلق،